بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. بقي بعض الأسئلة للإخوة عن الدرس السابق. الشيخ، هناك من يسابق الإمام في ركوعه أو سجوده، فما الحكم الشرعي في نظركم في مسابقة الإمام في الإسراع والموافقة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تجوز مسابقة الإمام ولا تصح معها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. من سنن الصلاة أنها تطول الركعة الأولى أطول من الثانية، وهكذا تكون الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أنها تكون متدرجة، أولها أطول من آخرها. نعم. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة. نعم، يستحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع، لا يرفع رأسه من الركوع ما دام يسمع هناك داخلا إلى المسجد، ينتظره حتى يلحق بالركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في ركوعه فلا يرفع رأسه وهو يسمع وقع قدم. نعم. إن لم يشق على مأموم، إن لم يشق الانتظار الداخل على مأموم، فإن المحافظة على راحة الداخل أولى من انتظار الداخل، فالذين معه أولى بالتخفيف من الداخل. نعم. والضابط يا شيخ صالح في المشقة، يعني المشقة لا ضابط لها، ما شق على المأمومين طال عليهم. نعم. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، بمعنى الذي تكون قراءته للقرآن أجود من الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كمعاذ بن جبل، فأجاب أحمد: إن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرضه ليصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يملك نفسه من البكاء. قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
وفي هذا إشارة إلى استخلافه من بعده. ولذلك لما حاولوا معه أن يقبل الخلافة قالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ نعم. وقال غيره لما قدمه مع قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أي نعم، قدم أبا بكر مع أن أبي أقرأ منه لكتاب الله، إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا تساووا في جودة القراءة فيقدم أعلمهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحفظهم للسنة وأعلمهم بها. نعم. علم أنه أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يعلموا معانيه والعمل به. نعم، يؤخذ من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك قدموه. نعم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. نعم، كان الصحابة يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه وفقهه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. نعم، هذا هو ترتيب الأئمة عند الاختيار، عند الاختيار، فيقدمون أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة جودة القراءة سواء فإنهم يقدمون أعلمهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما، فإن كانوا سواء في الأقدمية في الإسلام فيقدم الأسن. نعم. شيخ صالح، هل الصحابة رضوان الله عليهم في منزلة واحدة أم هم يتفاوتون في المنزلة؟ بلا شك أنهم يتفاوتون في المنزلة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، والأجود قراءة أولى من غيره من المهاجرين والأنصار، ثم إذا تساووا في ذلك فأقدمهم إسلاما دخولا في الإسلام، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذا مستثنى، السلطان يقدم ولو كان فقهه أقل، لأنه له حق التقديم في الأمر، حق التقديم في الأمر والنهي، فهو أولى من غيره السلطان. والمراد السلطان العام وهو الحاكم، أو السلطان في بيته، فإن الرجل في بيته سلطان، فلا يتقدم عليه أحد
في بيته إلا بإذنه. نعم. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. تكرمته إلا بإذنه. إذا كان لصاحب البيت مجلس خاص مهيأ له، خاص له بالجلوس فيه، فلا يجوز أن يسبقه إليه أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكرمته إلا بتكرمته إلا بإذنه. نعم. وفي الصحيحين: يأمكم أكبركم. في الصحيحين: يأمكم أكبركم. هذا إذا تساووا في القرآن والسنة والفقه فإنه يقدم أكبرهم سنا. نعم. وفي بعض الألفاظ عن ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. فإن كانوا في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام سواء، تساووا في الهجرة، فيقدم أولهم إسلاما دخولا في الإسلام. نعم. نكتفي بهذا القدر من شرح هذا المتن في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ونستأنف إن شاء الله بقية المتن في الدرس القادم. شكر الله للشيخ صالح الفوزان على ما تفضل به من شرح هذه الدروس المهمة للأمة، وشكرا لحضراتكم أنتم، كما أشكر فريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.